سابق النجوم الابتكار لبناء ثقافة التميز والتفوق والبحث عن مبتكر إمارات. برعاية جائزة الشيخ خالد بن طناف المنهالي للابتكار والتفوق العلمي، استكملت قناة الظفرة تسجيل الحلقة الثانية من برنامج نجوم الابتكار بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع وفد مرافق له من الوزارة. طبعا مشاريع مميزة ومشاريع مبتكرة، وإن شاء الله راح ترى النور في القريب العاجل. ولا شك أن اليوم تشجيع الابتكار بحد ذاته وتطوير الأفكار راح تسهم في تطوير استراتيجية الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم دولتنا العزيزة قد رسخت ثقافة الابتكار في جميع المنحنيات. مشاريع أنا جدا منبهر فيها، مشاريع جميلة إنسانية مبتكرة. طبعا بهرت بالمستوى العلمي، مستوى الطلاب اللي وصلوا لي في الابتكار وفي التطوير، كيف تفكيرهم للمشاريع، كلهم نجوم للابتكار، كلهم فايزين، والله يوفقهم ويوفقهم في المراحل الجاية إن شاء الله. يهدف برنامج نجوم الابتكار إلى تسليط الضوء على إبداعات وابتكارات أبناء وبنات الوطن في مختلف المجالات العلمية، وسيتم بث الحلقة الثانية من البرنامج العلمي الرائد والأول من نوعه نجوم الابتكار يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات على شاشة قناة الظفرة.